نطلع من الجناية شوية علشان نتعامل على التقاضي عن بعد بأريحية أكبر. خدمة إقامة دعم المناعة عن بعد هي بالنسبة لي أنا ابني. أنا كان من حلم حياتي إن أنا أقدر أوصل للخطوة دي. وخليني أقول مقدمة صغيرة في الفرق الشاسع أو الفرق اللي لازم نتبينه ما بين فكرة الميكنة والتقاضي الرقمي ومعاه فكرة التقاضي عن بعد. الميكنة يمكن دي كانت في الفترة اللي أنا يعني شهدت فيها بداية عمليات التطوير التكنولوجي كانت غاية، ودي الحتة اللي أنا أشرت ليها في الكلمة الأولانية إن التكنولوجيا مش غاية. التكنولوجيا لا تتعدى أن تكون وسيلة من وسائل التطوير، والمعيار فيها عن الأثر. لو الأثر اللي التكنولوجيا أحدثته زاد من تحقيق العدالة يبقى التكنولوجيا أدت الوظيفة. لو لم يؤثر في تحقيق العدالة مهما كانت الأثار اللي أحدثها فهي لا قيمة لها. وبالتالي حسن استخدام التكنولوجيا يكون ده معياره، احنا حققنا عدالة من هذا الكلام من هذا الاستخدام ولا لا. ولو النهاردة بنتكلم عن مستقبل المحاماة يبقى ما ينفعش نتكلم عن مستقبل المحاماة ونغفل مسألة التكنولوجيا وأثرها في الحياة القانونية إجمالا وفي دور المحامي ورسالة المحامي التي يؤديها اقتضاء لحقوق موكلين. خدمة إقامة دعوة مدنية يمكن هي خدمة بسيطة، ما هي يعني حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نبسطها علشان نقدر نقرب بيها للمستخدمين. نبدأ البرزنتيشن لو سمحت. احد اكبر التحديات هو ان احنا نطلع بالخدمة دي على بوابة مصر الرقمية. احنا بداية ما طلبنا الخدمة دي كانت بوابة مصر الرقمية لسه ما طلعتش، وكان أهمية ان احنا نطلع في بوابة الدولة. كان ممكن نطلعها في بوابة وزارة العدل، بس احنا يعني اهتمينا جدا ان هي تطلع في بوابة مصر الرقمية، لان احنا بنحاول ندعم الدولة في ان تاخد خطوة لان كل خدمات المواطن تكون من هذه المنصة، منصة مصر الرقمية. لا ما تقلبش لو سمحت، معلش ارجع لل ايوه اللي قبليها بس كده. اول حاجه بعملها ان انا علشان اقدر اوصل للخدمه دي لازم اقيد نفسي كمواطن. ما هننسى دلوقتي ان احنا قضاة ولا محامين ولا اصحاب قضيه، يعني لينا دعوه او قضاء، احنا لازم نكون مواطنين. وعشان كده بنبتدي نقول ايه، ان بوابه مصر الرقميه هي بوابه مصر والمواطن للتحول الى الخدمات او الخدمات الرقميه. فكل خدمات المواطنين، وخلوني اقول حته دعائيه لصالح وزاره الاتصالات هنا في مساله مصر بوابه مصر الرقميه. بوابه مصر الرقميه بتحتوي من الخدمات ما لا نهايه لها. وطبعا دي بدايه. المقصود او اللي انشا البوابه واللي تبناها في ذهنه ان كل معاملات المواطن هتكون من هذا المكان. حتى نفسي انا فوجئت وانا اللي ماسك المشروع من جهه وزاره العدل ان في خدمات جديده بتنزل بمجرد ان انا باصدر للمسؤولين عن البوابه اقول لهم يا جماعه دي لو نزلت هتفيد الناس والمتقاضين والمحامين، ابص لاقيهم بدروا بتنفيذها. بندخل الاول على البوابه بنعرف نفسنا في اجراءات علشان نعرف مين حضرتك اللي داخل على البوابه. بتدخل البيانات بتاعت الرقم القومي بتاعتك وبتدخل رقم تليفون باسم حضرتك وبتبتدي تاخد الاجراءات وبيتسال عن اسم الوالده. حضرتك بتجيبه من خلال هذه الضوابط بتتاكد البوابه من خلال قواعد البيانات القوميه ان حضرتك هو الشخص اللي بيتقدم بهذا الطلب، وتبعت لك رساله على تليفونك اللي هي الوسيله اللي هي طريقه التحقق بمصارين. يعني حضرتك بتدخل بيان وبيبعت لك على التليفون بتاعك علشان يضمن ان الشخص ده صاحب التليفون وبالتالي هو نفس الشخص. المهم هو في الاخر بيعرف، وهنا كاتب لي مرحبا طارق، انا ده البرزنتيشن اللي انا عاملها باسمي. فاول حاجه انا اخذتها من البوابه ان انا عرفت مين اللي جاي. يبقى انا كده ضامن مستوى من التامين ان اللي جاي لي هو فلان الفلاني سواء كان محامي او متقاضي. الخطوه اللي بعديها ان انا اعرف نفسي كمحامي على المنظومه.
واحنا كان عندنا ده بيتم على مراحل. المرحله الاولى ان حضرتك بتسجل البيانات بتاعتك كمحامي، بتحط اسمك ورقم تليفونك واسم مكتب المحاماه ورقم البطاقه الضريبيه وكل التفاصيل دي، وبتبعت البيانات دي بصوره الكارنيه للمحكمه وبتدفع مقابل لكده 100 جنيه اشتراك في السنه. ال 100 جنيه دي اللي اتلغت النهارده يعني، بس اعذروني مش هلحق اطبقها بكره الصبح، وده احد عيوب التكنولوجيا. يعني التكنولوجيا مش زي الورقه والقلم كده بتكتب، لا بناخد بقى سايكل طويله كده علشان نقدر نخلي البوابه نعمل التعديلات. انما هي ان شاء الله في خلال الشهر اللي جاي ده تكون ال 100 جنيه مش موجوده ويبقى الباب مفتوح. مش ان احنا بقى نأيد المحامي اللي عايز يلتحق بالخدمه، لا احنا هنخاطب اخونا الكبير العزيز دكتور رجاء عطيه ان احنا لا، ده احنا عايزين نقابه المحامين كلها تبقى موجوده سواء بطلب او بدون. احنا عايزين نقول احنا عايزين نتكامل مع نقابه المحامين، وجميع المحامين المقيدين في النقابه يكونوا مقيدين جوه المنظومه بتاعتهم. فنخفف الاعباء مع حضراتكم ان اقول لكم خشوا سجلوا نفسكم في البوابه. يبقى اول حاجه شلنا الفلوس، والفلوس ساعات بتبقى حاجز نفسي، هي 100 جنيه مش فلوس، بس هي الفكره ايه الفيزا وهتدفع وتتقبل مش هتتقبل. انا عايز اشيل ده، عايز اسهل عليك ان انت تفتح تلاقي نفسك تقدر ترفع قضيه. يعني بالمناسبه الخدمه دي مش متاحه الا للمحامين حاليا، رغم ان قضايا العمال والقضايا الاسره يجوز اقامتهم من غير المحامين، انما احنا بدانا بالخدمه دي للمحامين فقط، ممكن قدام نوسعها شويه. فيبقى اول حاجه حضرتك بتاخد الاجراءات بتاعه التسجيل، لا في خلال فتره قريبه في ضوء التعاون اللي هيبقى موجود باذن الله مع النقابه، حضرتك هتلاقي نفسك محامي مسجل في المنظومه بتاعتنا. يبقى فاضل لك ايه؟ ودي مساله يعني قانونيه شويه في المجتمع القانوني اللي احنا موجودين فيه، مساله التوقيع على الاقرار باستخدام الخدمه. صارت وزاره الاتصالات قاعده بتحاول تقنعنا لا خلاص انت كده واخد البيان من النقابه فكده انت ضامن. انا عارف ان ضامن البيان، بس برضه المحامي لازم يبقى عارف ومسؤول ان اي تعامل بالاكونت او بالحساب بتاعه هو مسؤول عنه. فاحنا واقفين، انا مع نفسي ما زلت متمسك بان في اول زياره للمحامي الى اي محكمه مطلوب منه بس انه يوقع اقرار بيفيد ان هو صاحب الحساب ده ومسؤول عن استخدامه. فدي يمكن الاجراء الوحيد اللي فاضل. النهارده كنا بنعملها، حضرتك بتدفع ال 100 جنيه بتختار المحكمه اللي عايز توقع عندها، كنا بنلاقي مشاكل من وراء المحامي بيروح لمحكمه ثانيه، فبنحاول نخليها على اي محكمه، اي محكمه حضرتك تروحها في خلال شهر مثلا تقدر توقع الاقرار ويبقى الاكونت بتاعك فعال. ويعني بندرس كمان ان احنا نخليه فعال من اول ما نسجل البيانات عن طريق النقاب. لسه مساله ما حسبناهاش، بس احنا من كل همنا ان احنا نقرب للساده المحامين. طب انا سجلت نفسي كمحامي وعفيت من الرسوم وخلاص المنظومه عرفتني، هدخل بقى الاقي الشاشه اللي جايه، هختار الخدمه بتاعت المحاكم من هنا. ده اول شاشه من شاشات البوابه، ممكن نقلب. دي شاشه بدء الخدمه. اولا فيها فيديو تعريفي بيعرف حضراتكم للي ما حضرش النهارده ايه هي خدمه، ازاي تستخدم خدمه اقامه الدعوه المدنيه عن بعد بطريقه ميسره وبسيطه. ممكن محتاج تحديث لان احنا قاعدين بنعمل تحديثات كتير جدا كلها علشان تخدم حضراتكم، فممكن تلاقوا فيه خطوتين او ثلاثه فيهم تعديلات عن الواقع، فمعلش عذر. حضرتك بتدوس بدء الخدمه الازرق، نقلب كده. احنا بدانا نعمل ايه بقى؟ بدأنا نعمل نوع من أنواع الدمج ما بين جهد المحامي وجهد المحكمة. احنا حاليا لما بنيجي نقيم دعوة، أنا كمحامي رايح أرفع قضية في المحكمة، برفعها إزاي؟ أنا باخد معايا صحيفة الدعوة، بروح للموظف بقول له سجل لي البيانات دي. وبعد ما بنكمل البيانات بنكتشف ساعات إن البيانات مش دقيقة، حضرتك عندك مدعي و20 مدعي عليه، ثبت المدعي عليه الأول وآخرون. ونيجي ندور على القضيه بعد كده مش لاقيين بيانات المدعى عليه. طيب هنا احنا حلينا المشكله بان احنا ادينا حضرتك المحكمه في ايدك، في تليفونك، في موبايلك، في اللابتوب. المحكمه اهي حضرتك عندك 100 مدعي اتفضل اثبته. عندك 100 مدعي عليه اتفضل اثبته. والمدعيين والمدعي عليهم غطينا كل التصورات بتاعتهم فيما عدا يعني حاله واحده بس، حاله الوكيل. دي لقينا ان هي هتسبب مشاكل كتير جدا في التنفيذ، فممكن نطور الفكره دي قدام. انما الولي والوصي والقيم والح...
الحاجات دي كلها متغطيه يمكن السلايد بعد كده هتظهر فيها، انما حضرتك هتثبت المدعين بتفاصيل. في خانه مهمه جدا يهمني ان انتوا تبصوا عليها، ولما تيجي تستخدموا الخدمه تبقوا مهتمين ان انتوا تكتبوها. دي خانه مكتب المحاماه، دي ما طلعتش في اول اصدار. احنا كان الاول البوابه بتطلع الاسم المحامي اللي هو جاي من الاكاونت، فبتحط في الصحيفه اللي هتشوفوها بعد شويه اسم المحامي فوق. طب انا محامي بشتغل في مكتب محاماه، انا عايز اكتب اسم مكتب المحاماه. فالشاشه دي اضيفت، انا مش قادر اشوف كويس، الشاشه دي اضيفت علشان يكتب فيها اسم مكتب المحاماه ايا كان الاسم. فاسم مكتب اللي هيكتبه هنا ده هيطلع كلوجو فوق للصحيفه علشان يبقى الصحيفه باسم المحامي. وبرده احنا لسه جزئيه الضرايب دي ما دخلناش فيها، ما عملناش تكامل لحد اللحظه، لان برضو انا داخل بثبت معامله الموجوده باسمي انا برقم قومي انا، بس هي لصالح مكتب محاماه، فمين اللي هيتحاسب عنها ضريبيا؟ فموضوع الضرايب ده مؤجل على مستوى التكامل في اقامه الدعوه المدنيه عن بعد، وحتى على مستوى المكاتب الاماميه لسه ما حصلش هذا التكامل. فاحنا بنثبت ايه؟ درجه المحكمه جنائي ابتدائي ولا ابتدائي ولا جزئي، الاستئناف لسه ما فتحناهوش، اسم المحكمه، كود المحكمه هنا مقصود منها الجدول، معلش اسمحوا لنا يعني شويه كده مصطلحات تكنولوجيه، مقصود فيها جدول المحكمه. انا اسف معلش، دي درجه المحكمه جزئي. انتوا شايفين احسن مني على فكره، انا مش شايف من قرب. تمام. يعني هو المقصود انا هحدد درجه المحكمه اذا كانت جزئي ولا ابتدائي، وبعد كده هحدد الجدول اللي هأيد فيه القضيه، وهكتب اسم القضيه، والاسم هنا تكست مفتوح. عايزين باذن الله في المرحله القادمه مش هنخليه تكست، بس ده محتاج تعاون مع حضراتكم تقولوا لنا جميع اسماء القضايا علشان نحصرها ونقدر نوفرها لحضراتكم، والا هتيجي تأيد القضيه مش هتلاقي الاسم بتاعها، هتسبب مشكله. ننقل المكتب المحاماه الخطوه اللي بعديها لو سمحت. هنا هثبت تسجيل بيانات المدعين، بثبت البيانات بالكامل. المدعي هنا شرطه ان لازم يبقى معاه رقم قومي، غير مسموح لاثبات المدعي الشخص الطبيعي الا لو كان ليه رقم قومي ورقم المصنع موجود معاه. وفي الاطار ده حضرتك ما بتكتبش اسم المدعي اصلا، حضرتك بتدخل الرقم القومي ورقم المصنع، البوابه بتتكامل مع بوابه مع الاحوال المدنيه، وبتجيب البيانات دي بشرط ان الرقمين مظبوطين وان تكون البطاقه ثابته. لو كان المدعي الاجنبي، المدعي الاجنبي يعني انا كنت اتمنى ان انا اعرض الابلكيشن نفسه علشان تشوفوه. لا يا فندم، بالنسبه للشخص الطبيعي الاجنبي فاثباته عن طريق جواز السفر، فاحنا مجهزين البوابه، والشخص الاعتباري ليه شاشه برضه مستقله خاصه بيه فيها كل احتمالاتها. فاحنا كده عملنا مدخل حددنا فيه نوع المدعي اذا كان شخص طبيعي مصري او اجنبي او شخصيه اعتباريه، الاسم بتاعه، الصفه بتاعته اذا كان بشخصه او ولي او وصي، وبعد كده المحافظه. قلم المحضرين التابع له ده بقى اهم واخطر زرار في المنظومه كلها. ليه؟ لان حضراتكم فرحتكم او يعني الاضافه اللي هتضيفها عمليه اقامه الدعوه المدنيه عن بعد دي مش هي دي الفائده الكبرى، الفائده الكبرى هي في الاعلان. واعتقد الاعلان هو التعب والالم والوخز لكل عمليه التقاضي اللي احنا محتاجين. منظومه الاعلان بالكامل كانت خارج نطاق التطوير التكنولوجي على الاقل السنين اللي فاتت، لاول مره هندخل منظومه الاعلان في حظيره الرقابه والانضباط من خلال حصر الاعلانات اللي هتتم. وخلي بال حضراتكم طبعا وانتم اعلم مني ان المنظومه بتاعه المحضرين دي ما بتخاطبش مدني، دي بتخاطب مدني وجنائي وخبراء وطب شرعي ومجلس دوله وتخاطب كل حاجه. فلو عدلنا الحته دي وظبطناها دي هيبقى ليها تاثير كبير جدا على كل اركان المنظومه. فحضرتك تيجي هنا بتختار محضري قلم المحضرين، ده اللي هنبتدي من وراه نوجه منظومه المراسلات الاعلام الالكترونيه. وانا قصد اقول منظومه مراسلات الاعلام مش منظومه الاعلام الالكتروني، لان احنا ما عندناش
حاجه في القانون تسمح لنا ان احنا نعلم بايميل او باس ام اس او باي وسيله اخرى خلاف الطريقه اللي نص عليها القانون. وبالتالي انا ملتزم في النهايه ان انا اطلع ورقه بيكتب عليها محضر وينفذ الاعلان بالطريقه اللي نصها. انما فين المواضع اللي اقدر اشتغل عليها واحلها؟ هي موضع عمليه المراسلات. كنت اتمنى ان انا اعرض عليكم منظومه المراسلات لانها منظومه مهمه جدا ومفيده جدا باذن الله. اول ما تشتغل واحنا المفروض نشغلها خلال الشهر ده او اللي جاي باذن الله، ان هي بتقضي على مشاكل كبيره قوي والترس اهمها رصد الحركه. ان الاول حضرتك عايز تعرف الاعلان بتاعك حصل فيه ايه، لازم تنزل وتروح والراجل يعني يعذبك ولازم يعني علشان تقدر تعمل الاعلان. انها في المنظومه دي خلاص احنا فصلنا ما بين مقدم الخدمه وطالب، ما بقاش فهو مش هيشوفك وانت مش هتشوفه. ده نقطه. النقطه الثانيه، حضرتك لما تيجي تعمل اعلان الصحيفه بتعمل الاعلان على ورقه ماديه، فالورقة بنعلن فيها محضرين كذا ولما تخلص تروح محضرين كذا ولما تخلص تروح محضرين كذا. الكلام ده مش هيشتغل تاني. احنا بنعمل مسح ضوئي للصحيفة، والصحيفة دي اول ما بتدوس حفظ لعمليات القيد وعمليات الاعلان بتروح اوتوماتيك. ولو كان عندي 400 قلم محضرين لحظيا بيتصلوا بالصحيفة بمطلوب اعلان، هو يبدأ رصد التعامل على مستوى كل قلم محضرين وكل موظف جواه وكل محضر جواه. فمنظومة الإعلان منظومة غنية جدا وبتتعامل مع حالة أخرى، حالة عدم الاختصاص. لو أنا بعت إعلان طلع مش مختص في السياق الطبيعي، القضية الإعلان ده بيرجع لمصدره ويرجع يوجه تاني إلى لا، الكلام ده مجرد ما يجي لي وأنا أقول غير مختص، أنا على السيستم هقول الجهة المختصة كذا وأدوس بقيت لحظية. فأنا لو عندي أربعة مدعى عليهم منهم واحد إعلان وأرسل لجهة محضرين خطأ، يبقى كل الناس دي في ظرف لحظات كلها برضه بتعلن ومفيش مجال ان حد يتلاعب، لان احنا ماسكين كل واحد بيعمل ايه. فاللي بتقعد عنده اللي بتتاخر بنحاسبه. اللي بينفذ الاعلام هيبقى ان شاء الله لما تقوم هنقدر نتابع والله المحضر ده كل اعلاناته مع جهه الاداره، المحضر ده نسبه كذا في الميه منه مع شخصه، نسبه كذا مع يعني هنقدر نضبط ايقاع ونحاسب الناس بجد. ونشوف برضه توزيع الاحمال، يعني احنا خايفين ان يكون برضو المحضرين الاعداد اللي بنقع على عاتقهم مش منطقيه. يعني ممكن نلاقي المحضر مطالب ان في اليوم يعمل 1000 اعلان مثلا، طب ما هو ده مش منطقي، لازم يحصل تدخل في الحته دي تتحل علشان ما يبقاش المساله انا بس بعاقب الناس. فانا محتاج ابقى عندي مؤشرات قياس لكل حاجه. طب ننقل للشاشه اللي بعد كده. هنا نفس الكلام، مش هيحتاج تغيير، بس هي الحته بتاعت الصفه الوظيفه بيطلع لي الخانه اللي بتحدد مين القصر اللي عليهم الوصاية. يعني بس عشان اعرفكم قد ايه احنا يعني وصلنا للتفاصيل. ننقل اللي بعدها. هنا الرقم القومي على فكره في المنتهى دي مش الزامي. طبعا كنا نتمنى يبقى الزامي، انما مش في ايد المدعي دايما انه يتصل بمعلوميه الرقم القومي، لكن بندرس برضه امكانيه ان احنا نخليه الزامي، بس نوفر للمدعي اليات يقدر يعرف بيها الرقم القومي لخصومه. من ضمنها ان هنزود خانه هنا للرقم الموبايل، لان رقم الموبايل هنقدر نجيب منه مين هو صاحب الشريحه، وبالتالي نقدر نجيب بيانات الرقم. احنا كل همنا ان احنا نضبط بيانات الاضرب. هنا بنستعرض، معلش ارجع خطوه واحده، دايما هتلاقوا لو عملنا شاشه واحده بس، انما هتلاقوا دي الشاشه دي متكرره. بعد كل عمليه او اثنين بيعرض عليك اللي انت كتبته، علشان لو انت غلطان في حاجه تعرف تعدل، فبيدي لك فرصه انك تراجع مره اخرى. الدنيا هنا الموضوع، وهنا الطلبات، وهنا التوكيل. الطلبات فري تكست، هتكتب اللي انت عايزه. الموضوع نفس الحكايه، التوكيل من اول 2015 اعتقد مقبول التوكيل، او 2010 اسف، عشان بس لو حد دخل يحط توكيل قبل كده ما بيقبلوش. فحضرتك هتنقل ان الخطوه اللي بعدها اسمها دي حضرتك صحيفه الدعوه. صحيفه الدعوه طالعه من النظام. مين اللي كتبها؟ مش الموظف، حضرتك المحامي اللي كتبتها. فاي حاجه اتكتبت فيها ما فيش مجال ان الموظف يخطئ في اثبات البيانات، لا في جدول ولا في دفتر ولا في سيستم، حضرتك اللي كتبتها بايدك. حضرتك غذيت البيانات بتاعت الاطراف بالضمانات الكافيه، وبالتالي الصحيفه اتشكلت
وفوق على الشمال هتلاقوا حاجه اسمها كيو ار كود. كيو ار كود ده شغلته انه يضمن ان الورقه اللي جات لحضرتك وطبعتها هي الورقه اللي حضرتك هتجيبها في اول جلسه باذن الله. وفوق على الشمال خانه التوقيع، توقيع المحامي، توقيع هيئه قضايا الدوله زي ما يكون. فوق على اليمين مكتب المحاماه. انا مش شايف انا كاتبه ايه، بس انا كتبت المحامون المتطورون بس علشان احط مسمى يعني يقرب الصوره شويه. وده النموذج انا اللي كاتبه، دعوه صحه توقيع تجريبيه، في بيانات الاطراف وادي الموضوع وادي الطلبات اللي بيحصل. ان حضرتك بتطبع الورقه دي بتمضيها علشان ما فيش توقيع الكتروني، وبتعمل لها مسح ضوئي. والنقطه دي ده المقلب اللي دايما الناس بتقع فيه، يعني هو في الاخر بلاقيه باعت الصحيفه كده من غير توقيع وبعت لي الصحيفه اليدويه العاديه. لا انا مش عايز الصحيفه اليدويه خلاص، والا هيبقى فيه ممكن اختلاف ما بين بيانات الصحيفه اليدويه وبيانات الصحيفه المكتوبه على السيستم. احنا عايزين نوحد. فيبقى حضرتك هتطبع الصحيفه دي هتمضي باي قلم الا الاسود علشان نميز الاصل من الصوره، وهتعمل لها سكان وتبعتها. ننقل على الصفحه اللي بعدها. هنا بحمل ازاي احمل الصحيفه. ننقل على الصفحه اللي بعدها. ازاي بحمل بقيه مستنداتي، الصحيفة، حفظ المستندات، التوكيل، العقد، زي ما يكون هتقدر تحمل. بس في قيد هنا هنزلله الفترة اللي جاية، ان هو مديني 1 ميجا للمستند وخمسة ميجا لجميع لمجموع المستندات. احنا طلبنا من الاتصالات ان هي تفتحها علشان المحامي ممكن عايز يقدم 100 ورقة، ممكن يقدم 3 ورقات، ما اقدرش ايده والا انا بقفل الباب عليهم، فهم المفروض بيحلوها دلوقتي ويخلصوا. ننقل اللي بعدها. كده انا قدمت الطلب بتاعي للمحكمه. طب انا قدمت الطلب بتاعي للمحكمه، الموضوع بقى اوتوماتيك؟ لا، هو في كان حضرتك رحت المكتب الامامي. لا، حضرتك قاعد في بيتك وبتتعامل مع المكتب الامامي، في موظف هيراجع، لو لها اي بيان غير منضبط هيرجع لك وهيقول لك ليه اللي حضرتك بعته ده ما يصلحش ان تقاد بيه الدعوه. حضرتك مش كاتب مثلا اسم المدعي او مدعى عليه ثلاثي او رباع، ما كتبتش بيان اي بيان، الطلبات نسيت تكتب الطلبات، كتبت كلمه لا تعبر عن اي حاجه، اي خطا من اللي حضرتك بتواجهه في بيسبب رفض قيد الدعوه في المكتب الامامي، هيبقى في وسيله هنا ان الموظف بتاع المكتب الامامي يرد عليك ويقول لك خلي بالك لو سمحت ارفق المستند التوكيل بتاعك انت بعته غير واضح مثلا، اي حاجه تمنع اقامه الدعوه. فهيحصل عمليات متبادله ما بين المحامي والمكتب الامامي الكترونيا، وقد يكون من اول مره حضرتك هتبعت كل ورقك مظبوط، هيبقى مقدر لحضرتك الرسوم ويبعتها لحضرتك تدفعها اونلاين. الرسوم هنا هي رسوم الدعوه التقليديه ومضاف عليها 20 جنيه مقابل الخدمه و2 جنيه عن كل ورقه هتطبع. وده بالنسبه لي انا بشوف ان هو الفلوس دي مش فلوس في مقابل ان انت هتركب بمواصله وتروح المحكمه اصلا، يعني انا شايف ان هي مش فلوس يعني. بس انا مشكلتي ان انا مش هقدر اطبع اوراق القضايا بتاعت الجمهوريه على حسابي، ما عنديش الامكانيات اللي تسمح لي بده. وبالتالي انا شايف ان العبء المادي ما هواش بيشكل تحدي خالص. ننقل على الخطوه اللي بعدها. كافه القضايا اللي بتقدم من خلال اقامه الدعوه المدنيه عن بعد المحكمه هي اللي مسؤوله عن اعلانها. حضرتك مش هتستلم الصحيفه وتعلن وتجري ورا حد. خدمة إقامة الدعوة المدنية عن بعد هي مجرد خطوة إلى الأمام في طريق تطوير منظومة العدالة وتحقيق مقتضيات العدالة الرقمية. دي مش إحنا ما عملنا تحول رقمي ولا عملنا تقاضي إلكتروني، إحنا بس بقى خدنا أول خطوة سبقنا فيها الاقتصادية شوية لأنها كملت لقدام في المسار، إنما إحنا بدأنا وإن شاء الله في خلال سنة هنكون على نفس المستوى بإذن الله. بتسلم يا فندم، بتسلم من خلال السيستم. لا ما تقلقش حضرتك من ناحيه الدوله. لا ما تقلقش مش هنرفع. انا بشكر حضراتكم، انا اتمنى بس ان حضراتكم تشرفونا. احنا عندنا 15 محكمه ابتدائيه، محكمه 15 محكمه ابتدائيه ومأموريه ابتدائيه و12 محكمه جزئيه فيهم هذه الخدمه. مجرد ان حضراتكم دخلتوا بوابه مصر الرقميه وعملتوا سان ان، دخلتوا عملتوا حساب لنفسكم وايدتوا نفسكم كمحامين، وده لو يعني كمان اسبوع او اثنين هيبقى متاح تشوفه من غير ما تاخد اي خطوات، فعلوا الخدمه لان تفعيل الخدمه دي هو مستقبل عمليه التطوير للتقاضي في مصر باذن الله. وبشكركم لحسن الاستماع وتحياتي.